قد يكون أقرب مخرج خلفك. في حالة الإخلاء عند الطوارئ يجب ترك جميع حقائب اليد بربط حزام. Must be switched off and stowed in your cabin baggage or take off and landing. Thank you for your attention. Please sit back, relax and enjoy the flight. Ladies and gentlemen, today we are flying a Boeing 737-800 aircraft. There are 8 emergency exit and your life jacket are situated in the panel of overhead. In case of cabin loss pressure, please remove your face mask before wearing the oxygen mask or in nose or mouth. Thank you. Señores y señores, estamos volando en un Boeing 737-800. Hay 8 salidas de emergencia. Esos chalecos salvavidas se encuentran en el panel superior. En caso de pérdida de presión en la cabina, quítense las mascarillas antes de usar las mascarillas de oxígeno cubriendo un aditivo. Gracias. السادة الضيوف، يرجى انتباهكم الكامل لعرض تعليمات السلامة الخاصة بهذه الطائرة. هذه الإرشادات قد تختلف عن التي سمعتموها من قبل على متن طائرات أخرى. برجاء إزالة سماعات الرأس لمتابعة هذا البيان. جميع مخارج الطوارئ مشار إليها بعلامة إكزيت حمراء. في حالة الطوارئ ستقودكم الإشارات الضوئية بالممر إلى أقرب مخرج. تتواجد المخارج على جانبي الطائرة. The exits are located on both sides of the aircraft, at the front, in the middle, and at the rear of the cabin. All exits are also shown on the safety card. The nearest exit may be behind you. In case of an emergency evacuation, you must leave all your hand baggage behind. To fasten a seatbelt, insert the metal end into the buckle and secure by pulling the loose end. To open a seat. لا أقنعت الأكسجين تلقائيا من الطاقة على رؤوسكم. إلزم مقعدك، أسحب القناع بقوة إلى أسفل ليبدأ تدفق الأكسجين. ثبت القناع على الأنف والفم، ثم شد الرباط المطاطي لتثبيته. تنفس بطريقة طبيعية. لا تقلق إن لم ينتفخ الكيس، فالأكسجين يتدفق. ضع قناعك أولا قبل مساعدة الآخرين. توجد سترة النجاة داخل جيب تحت مقعدك أو بطاقة أعلى رأسك. عند الضرورة قم بإزالة سترة النجاة من الكيس وارتدها من جهة الرأس. اربط الحزام حول خصرك واشبكه من الأمام بإحكام. لنفخ سترة النجاة قم بشد السدادة الحمراء إلى أسفل. يوجد أنابيب لنفخ أو إفراغ الهواء وضوء للفت الانتباه. لا تقم بنفخ سترة النجاة حتى تتواجد خارج الطائرة. قبل الإقلاع يرجى مراجعة بطاقة تعليمات السلامة الموجودة في محيط مقعدكم، حيث تحتوي على تعليمات خاصة بطراز هذه الطائرة. من الضروري اتباع تعليمات أفراد الطاقم وكذلك الإشعارات الضوئية. نذكركم بأن التدخين ممنوع على متن هذه المركبة. يجب وضع حقائبكم اليدوية في الخزائن العلوية أو تحت المقاعد التي أمامكم. لا يجب عرقلة الممر أو المخارج بأية أمتعة. الآن يرجى التأكد من ربط حزامكم بإحكام وغلق مائدة الطعام وإنزال مساند المقاعد وفتح ستائر النوافذ. من أجل سلامتكم نوصيكم بإبقاء أحزمة المقاعد مربوطة طوال الرحلة. يمكنكم استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل اللوحات والهواتف النقالة خلال الرحلة فقط في وضع الطيران. يرجى اختيار وضع الطيران الآن. امسكوا أجهزتكم جيدا أو ضعوها في جيب. إذا كان هناك تلف بالجهاز أو البطارية أو كان الجهاز ساخنا أو يخرج دخانا أو وقع بداخل هيكل المقعد أو فقد، برجاء إبلاغ طاقم الطائرة على الفور. يجب إطفاء الأجهزة الأكبر حجما مثل الحواسيب النقالة ووضعها في حقيبتكم أثناء السير على المدرج والإقلاع والهبوط. نشكركم على حسن استماعكم ونتمنى لكم رحلة ممتعة. سادتي وسادتي، يوجد ثمان مخارج طوارئ على متن هذه الطائرة وسترة نجاة موجودة في اللوحة التي فوق رؤوسكم. عند الضرورة أزيل كمامة الوجه بكم قبل وضعكنا الأكسجين على الأنف والفم وتنفس بطريقة طبيعية. شكرا.
فقط سوف أبرز لك. Thank you.
gentlemen, I'm delighted to welcome to Sevilla Airport. Please remain seated with your seatbelt securely fastened until the end of the flight.